تاكوز بالبولد تشيكن مع الخضرة مع الذرة صلصة البندورة والجبنة اللي بتشهي. يلا نحضرها أنا وياكم. لحتى نحضر هالتاكوز أو الساندويتش اللي كتير كتير طيب، بدنا أهم مكون هو الدجاج. عندي هون صدورة الدجاج، فينا نستعمل كمان إذا عنا فروج من قبل بيوم من نتفه ومن تبله بالبهارات يلي رح زيدها، وهيدي الأساس بهالأكلة. عندي كمان التورتياز، في ريسيبي حطتها لحال على اليوتيوب للتورتياز فيكن تتابعوها. وبدنا نقطع الفليفلة مع البصل وسلقة شوية كورن كمان رح نزيدهم عليها. لتطلع كتير طيبة رح نزيد لها جبنة. يلا نشوف كيف الطريقة. طريقة تحضير هالتاكوز أو البول تشيكن ساندويتش ولا أسهل من هيك. إذا عنا دجاج من قبل بيوم مننتفهم ومنزيد عليهم بهارات الفاهيتا، أو فينا نعمل خليط من الحار مع البابريكا مع الكمون ملح وبهار. أنا ما عندي دجاج من قبل بيوم سو رح تبل صدورة الدجاج. عندي شوية كمون، كمون بيعطيها طعم كتير طيبة. رح اخد بهارات كيجن او فيكن تحطوا بهارات الفاهيتا، شوية صغيرة تشيلي فليكس، شوية ملح، شوية فلفل اسود، وهيك بنطبلهم كلهم مع بعضهم كتير كتير منيح بهاي الطريقة. بحطهم شوي على جنب لحتى البهارات تتشرب، الدجاج يتشرب كل البهارات. الفليفله الحمراء الخضراء فليفله ملونه، فيكم تستعملوا الفليفله يلي عندكم اياها. دائما بالتقطيع الفليفله بس نكون عم نستعمل لاي وصفه لازم نشيل هيدي البارت الابيض، ما منعوزه. فليفلة خضراء، بصل كتير مهم انه نزيده على ميكس الخضرة، ومنقطع البصل جوانح. الدموع نزلت الدموع من البصل، في تيب لحتى الدموع ما تنزل. على فكرة عندي تيبس كتيرة على انستغرام، للي متابعيني هون وبانستغرام اكيد عم بيشوفوه هون، وكتير عم يصلي تعليقات انه عم يعجبوكم. سو اذا عم تحضروا التيبس على انستغرام كمان قولولي، وعم بحطهم شورتس هون بيوتيوب. سو البصل الجوانح بيعطيها كتير طعمة طيبة هالأكلة، بتشبه هي الفاهيتا. سو رح كمان حط نفس البهارات على الخضرة، رح حط فلفل أسود، بهارات الكيجن اللي استعملتهم كمان على الخضرة، ورشة ملح. هلأ الدجاج والخضرة صاروا متبلين وجاهزين، رح اخد زيت الزيتون وبلش قلل الدجاج. هلأ إذا عندكن مثل ما قلنا الدجاجات مسلوقة، مثلا دجاجة مسلوقة أو مشوية من قبل بيوم، بس نتفوها وزيدولها شوية بهارات وحطوها على النار قلوها شوي، هيك بتعطي نكهة أطيب من شي ومن شي لعجم. بهالوقت عندي الكورن،
رح شيلهم على النار لأنه بدي أقطعهم، حتى لو ما كانوا كتير مستويين رح أرجع أنزلهم على النار سو بيستووا أكتر. هلأ بدي نزل الخضرة يلي تبلت، ليكون الخضرة دبلت رح نتف الدجاج منيح منيح منيح. ومثل ما قلت لكم اذا كانوا بعدهم ما استووا منيح ما في مشكله، رح ارجع احطهم على النار لحتى يستووا. هلا بهالوقت اللي قطعت فيهم الدجاج صاروا الخضرة تقريبا دبلانين، لازم يدبلوا منيح بعكس الفاهيتا يلي بتكون خضرتها مقرمشة. هلا رح ضيف البولد بيف على البولد تشيكن على الخضرة. بعد ما قلبتهم شوي بياخذوا الطعمة مع بعضهم، الخضرة مع الذرة مع الدجاج، رح حط كوب من الطماطم المقطعة. أنا بستعمل طماطم معلبة لأن نكهتها بتكون أطيب من الطماطم الفريش. هلا رح طبق التاكوز بهي الطريقة واخدها على القلب. هيدا الشيء أطيب تاكوز معقولة تدوقوها، طريقة ولا أسهل من هيك وبتشهي.